هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بأهل القرآن في مستهل شرح هذا الكتاب المبارك حلية أهل القرآن. وقد أعد هذا الكتاب مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. هذا المعهد المبارك، معهد الإمام الشاطبي، الذي أثر الدراسات القرآنية بالعديد من الكتب والمؤلفات التي يحتاج إليها أهل القرآن. أيها الأحبة في الله، لنبدأ على بركة الله تعالى مع أول درس، وهو التمهيد. هذا التمهيد سنشرح فيه آداب حملة القرآن ومصادرها ومظانها والمؤلفات فيها. لنبدأ بهذا الدرس، نعرف ما معنى آداب حملة القرآن وما مصادر هذه الآداب وأين نجدها وما أبرز المؤلفات فيها. غير أني بين يدي الدرس أقدم بهذه الإضاءة، فأقول: قال ابن سيرين، وهو من التابعين، من أعلام التابعين، قال رحمه الله: كانوا، أي أهل العلم وطلاب العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كانوا يتعلمون الهدي، أي الطريق والسمت والأخلاق والآداب، كما يتعلمون العلم. وهذا أمر في غاية الأهمية. وقال الإمام مالك رحمه الله لأحد طلابه: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ولذلك قال بعض أهل العلم: تعلم قبل أن تتكلم، فإن التعلم قبل أن يتكلم الإنسان أمر في غاية الأهمية. فكيف يمكن للإنسان أن يخرج بلا ملابس؟ أيها الأحبة في الله، إن حلية الإنسان هي الملابس التي يلبسها، وهي أول ما يظهر للناس منه. إذا أردت أن تعرف ذلك قبل الأهداف، فإني أذكر لك ما قاله شيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهو من العلماء المحققين المدققين المحررين رحمه الله. قال في كتابه المبارك حلية طالب العلم، قال: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. يبقى في آداب وآفات، فلا تصل إلى العلم إلا إذا تحليت بالآداب وتخليت عن الآفات. قال رحمه الله: ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم فتكون حلية وآداب جامعة لكل العلوم، ولا ريب أن هناك آدابا تشمل جميع العلوم. قال: أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث
وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا. ففي كل فن من الفنون ما يخصه من الآداب، وهناك آداب عامة تشمل العلم جميعا وتشمل جميع فروع العلم والمعرفة، وينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. قال: والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. انتهى كلامه رحمه الله. إذا عرفنا هذا فيمكن الآن أن نعرض أهداف هذا الدرس، فأقول وبالله التوفيق: الهدف الأول أن يتعرف الطالب فصول الكتاب ومباحثه، أن يذكر الطالب المقصود بآداب حملة القرآن لغة واصطلاحا، أن يعدد الطالب مصادر آداب حملة القرآن وأحكامها، أن يذكر الطالب مظان وجود آداب حملة القرآن والمؤلفات فيها، أن يجيب الطالب عن الأسئلة التقويمية والإثرائية، أن يعمل الطالب ما تعلم وينشره بين الناس. وإن شاء الله في هذه السلسلة أتعلم لأعمل، لقد أضفت هذه الفكرة لأنني حريص جدا على أن أعمل بهذا الكتاب، وحريص أن تعملوا به أيضا أيها الإخوة وأيتها الأخوات. لنبدأ في البداية بالتعريف بهذا الكتاب. كتاب حلية أهل القرآن في آداب حملة القرآن الكريم. هذا الكتاب المبارك يحوي ثلاثة فصول. الفصل الأول: فضائل أهل القرآن، وبه 10 مباحث. المبحث الأول: منزلة أهل القرآن، ثم فضل تلاوة القرآن، فضل الاستماع إلى القرآن، فضل حافظ القرآن ومنزلته في الدنيا، فضل حافظ القرآن ومنزلته في الآخرة، فضل حافظ القرآن وأثره في والديه وأهله، فضل تعلم القرآن وتدارسه، فضل العمل بالقرآن والتمسك به ووجوب ذلك، والتاسع: فضل تعليم القرآن، وأخيرا: فضل البيت الذي يقرأ فيه القرآن. إذن هذه الفضائل هي فضائل أهل القرآن، أو ما يتعلق بفضائل أهل القرآن. في الفصل الثاني: آداب حملة القرآن، عندنا آداب متعلم القرآن في نفسه ومع معلمه، آداب معلم القرآن في نفسه ومع طلابه، الآداب العامة مع القرآن، وهناك آداب ما قبل القراءة، والآداب أثناء القراءة، والآداب عند الانتهاء من القراءة، وهناك النصيحة لكتاب الله تعالى وتعظيمه، وأخيرا تعاهد القرآن وتلاوته وتدارسه. الفصل الثاني: آداب حملة القرآن. هذا الفصل الجامع الماتع يحوي هذه المباحث وهذه المطالب ويحوي غيرها. الفصل الثالث والأخير: أحكام التعامل مع المصحف الشريف. عندنا في التوطئة أو التمهيد تعريف المصحف والفرق بينه وبين القرآن، وقد تناولنا ذلك في درس من دروس علوم القرآن السابقة. عندنا هناك مباحث. المبحث الأول: أحكام مس المصحف، أحكام بيع المصحف، تعظيم المصحف وصيانته من الامتهان، تعظيم المصحف ومظاهره، صيانة المصحف من الامتهان وما يشعر بذلك، المصحف الإلكتروني، والأحكام المتعلقة به. أيها الأحبة في الله، أمامكم على الشاشة هذه الفصول وما تحوي من لآلئة أو قل مباحث إن شئت، وما فيها من درر في المطالب وغير ذلك. أيها الأحبة، حري بنا أن نتعرض لفضائل أهل القرآن، عسى الله عز وجل أن يجعلنا منهم
وأن ينالنا وأهلينا من هذه الفضائل المباركة ومن حولنا، وكذلك أن نتأدب بآداب حملة القرآن كمعلمين ومتعلمين وناشرين للقرآن الكريم وداعين إليه. وهناك ما يتعلق بآداب التعامل مع المصحف الشريف، المصاحف المطبوعة والمصاحف الإلكترونية، وهذا مما أضافه هذا الكتاب المبارك. عندما نأتي إلى ما المقصود بآداب حملة القرآن لغة واصطلاحا، الأدب في اللغة معناه اسم مأخوذ من مادة أدب أو أدب، من مادة الهمزة والدال والباء أو أدب. هذه المادة في اللغة العربية تدل على معنى جمع الناس إلى الطعام، ومنه المأدبة بفتح الدال والباء أو المأدبة بضم الدال وفتح الباء. والآدب هو الداعي لذلك، هو الداعي لذلك. وقد ذكر علماء اللغة فيما يتعلق بالأدب كما ذكر ابن فارس رحمه الله، قال: ومن هذا، أي من الأدب بمعنى جمع الناس إلى الطعام، قال: ومن هذا أيضا الأدب لأنه مجمع على استحسانه. وقال الأزهري هو من علماء اللغة: والأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا، لأنه يأدب الناس الذين يتعلمونه إلى المحامد. سمي أدبا لأنه يأدب الناس الذين يتعلمونه إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. وعموما أيها الأحبة، هذه اللفظة، لفظة الأدب، مؤذنة بالاجتماع، مؤذنة بالاجتماع على شيء ما. فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد كما ذكر ابن القيم رحمه الله. يبقى إذن مادة الأدب في اللغة العربية تدل على اجتماع الناس حول الطعام، حول مائدة الطعام أو مأدبة الطعام. وسمي الأدب بهذا لأنه يجمع خصال الخير في المتأدب بهذا الأدب وبهذه الآداب. ولأنه بأدبه يجمع الناس حوله، إذ الناس يهتمون، ينال الناس منك أخلاقك الطيبة، فبالأخلاق وبالأدب الإنسان يجمع الناس حوله. الأدب اصطلاحا هناك أكثر من تعريف، لعل هذا التعريف الذي ذكره المناوي رحمه الله في مهمات التعريف، وبالمناسبة هذا الكتاب من أراد تعريفا من التعريفات فليرجع إلى مهمات التعريف أو التوقيف على مهمات التعريف للمناوي، اسمه التوقيف على مهمات التعريف، كتاب جامع فيما يتعلق بالمصطلحات. قال: الأدب اصطلاحا رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقيل: استعمال ما يحمد قولا وفعلا، أو جملة ما ينبغي لذي الصناعة أو الفن أن يتمسك به، كأدب القاضي وأدب الكاتب، وغير ذلك مما ورد من تعاريف خلاصتها ورحيقها أن الأدب رياضة النفس والتحلي بحسن الخلق في فضيلة من الفضائل. عندما نطبق هذا الكلام على آداب حملة القرآن، نحن نخص الآن الآداب بحملة القرآن الكريم، هي جملة من الأخلاق والسمات المحمودة التي ينبغي لقارئ القرآن أو مقرئه أو مستمعه أن يتحلى بها ظاهرا وباطنا. يبقى أخلاق وسمات محمودة ينبغي لقارئ القرآن أو مقرئه، القارئ والمقرئ والمستمع والمعلم والمتعلم، أن يتحلى بها في الظاهر وفي الباطن في الداخل. يبقى
هذا الكتاب يدور حول ماذا؟ حول هذه الأخلاق والسمات، وهناك أشياء أخرى كثيرة أيها الأحبة. عندما نصل أيها الأحبة في الله، ما مصادر آداب حملة القرآن؟ هذا العلم الأصل أنه مأخوذ من الأحكام الفقهية الموجودة والمنثورة في كتب الفقه والآداب الشرعية، وهناك كتب عديدة في الآداب تتعلق بالآداب الشرعية، والسنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بعبادة تلاوة القرآن الكريم وتعلم أدائه، لأن قراءة القرآن الكريم عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وهي التجارة الرابحة كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الآيات هذه في سورة فاطر. إذن التجارة الرابحة تلاوة القرآن الكريم، هذه الآداب المتعلقة بها إما أحكام فقهية مأخوذة من كتب الفقه أو من كتب الآداب الشرعية أو مأخوذة من كتب السنن فيما يتعلق بآداب تلاوة القرآن الكريم وأحكامه. يبقى إذن آداب حملة القرآن هي علم من علوم القرآن الكريم، وقد ذكرناه ضمن علوم القرآن الكريم في درس مستقل، هو نوع من أنواع علوم القرآن الكريم، وقد اهتم العلماء به وبينوه، ومن ذلك كتب علوم القرآن الكريم كما ذكر الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان، وكما ذكر السيوطي في الإتقان، فأفردوا له مبحثا وبابا في هذه الكتب في البرهان وفي الإتقان تتعلق بآداب حملة القرآن. المصادر بمعنى من أين استقينا آداب حملة القرآن، كما قلت لكم هذه مأخوذة من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فهي عبارة عن أحكام الفقهية، هذه الأحكام تؤخذ من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا ما دامت آداب وأخلاق فإننا نأخذها من أقوال أهل العلم، من أقوال أهل العلم بداية من التابعين فأتباع التابعين فمن بعدهم. هذا هو خلاصة ما مصادر آداب حملة القرآن. يبقى هو نوع من أنواع علوم القرآن الكريم ذكره الذين كتبوا في علوم القرآن الكريم كما فعل الإمام الزركشي والإمام السيوطي وغيرهما. والمصادر من أين نأخذ هذه الآداب؟ من القرآن، من السنة، من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ومن أقوال أهل العلم كما ذكروه وورد عنهم ونقل عنهم، بعضهم ذكر ذلك وجمعه في كتاب مستقل كما سيأتي الآن بإذن الله تعالى. عندما نأتي إلى ما أحكام آداب حملة القرآن الكريم، أيها الأحبة، إحنا عندنا الأحكام هذه إما أن يكون واجبا أو حراما عكس حرام، وإما أن يكون مستحبا أو مكروها، وبين هذين وهذين المباح. هذه الأحكام التكليفية الخمسة، هذه هي الأحكام التكليفية. عندما نأتي إلى الآداب التي يستدل عليها بالكتاب والسنة، يعني إذا كان هذا الأدب مأخوذ من القرآن أو السنة، فإنها تدور بين هذه الأحكام التكليفية الأربعة. إما أن يكون هذا الأدب واجبا كوجوب الطهارة لمن مس المصحف، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ووجوب تعاهد المحفوظ من القرآن الكريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن الحديث، ووجوب إخلاص النية لله عز وجل في حفظ القرآن الكريم وفي تلاوته وفي تعليمه، هذا شيء واجب. وهناك الحرمة كحرمة حفظ القرآن وتعلمه رياء وسمعة، هذا شيء حرام. وهناك الاستحباب، بعض هذه الآداب التي يستدل عليها من الكتاب والسنة تكون مستحبة، مثل استحباب الإكثار من تلاوة القرآن، هذا شيء مستحب ليس بواجب لكنه مستحب. وهناك الكراهة، مثل كراهة أو كراهية التلاوة دون تدبر وتفكر في المعاني، هذا أمر مكروه
هذا أمر مكروه. ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم الأداب المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم تدخل في مسمى الأحكام الشرعية السابقة الأربعة أيضا على القول بحجية فعل وقول الصحابي. يبقى قول الصحابي هناك جمع من العلماء يرى أنه حجة وهو مصدر من مصادر التشريع. عموما هو من المصادر المختلف فيها، واختلفوا في نوع الفعل وقول الصحابي، هل مرجعه لا يكون إلا بالوحي لكنه نسبه إلى نفسه أو إلى فعله، لكن هذا لا يمكن أن يكون قد فعله من تلقاء نفسه إنما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يأخذ حكم فعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. عموما هذه مسألة أصولية، وهذه يعني من المسائل. قول الصحابي غير متفق على أنه حجة، هناك اختلاف فيه. فأقول أيها الأحبة، إن خرجت هذه الآداب التي يفعلها أو يقولها الصحابي فيما يتعلق بآداب القرآن الكريم مخرج القرب أي التقرب إلى الله عز وجل، فإنها تأخذ الأحكام السابقة الأربعة، لأنه لا يأتي بها من عند نفسه، لأننا نتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع الله وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة هم أكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما ورد عنهم من قول أو فعل بنية التقرب إلى الله هذا يأخذ الأحكام الأربعة، الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة حسب نوع الأدب. إن لم يكن كذلك فتندرج في عموم الأدب ومكارم الأخلاق وأصول الشريعة. عندما نأتي إلى الأدب المنقولة عن أهل العلم وليس لها دليل صريح، يعني لم يستدل عليها بدليل صريح، تندرج هذه الآداب في عموم الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها أهل القرآن. وأكثر الآداب على هذا، أكثر ما ورد من الآداب على هذا، فإنما هي جملة آداب وأخلاق ينبغي أن يتحلى بها أهل القرآن مع كتاب ربنا تبارك وتعالى. عندما نأتي إلى هذا السؤال، ما مظن وجود آداب حملة القرآن وما أهم المؤلفات فيها؟ أيها الأحبة في الله، بالنسبة لمظن وجود آداب حملة القرآن الكريم، هذه الآداب منثورة في أكثر من فن من فنون العلم، ستجدها في بعض كتب الفقه وفي شروح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتب القراءات وفي كتب فضائل القرآن وفي كتب الأذكار وكتب الأحكام العامة والأداب الشرعية وكتب أدب الطلب العامة أو الخاصة ببعض الفنون، حيث إن فيها ما يشترك فيه الجميع وغير ذلك من الكتب. لكن جرت عادة المصنفين أن يفردوا هذه الآداب بمؤلفات خاصة، وإني سأذكر لكم أهم أربعة مؤلفات في هذا الفن المبارك. عندنا كتاب فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام، وأخلاق حملة القرآن للأجري البغدادي رحمه الله. أبو عبيد القاسم ابن سلام متوفى 224، والإمام الأجري أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله توفي 360. وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي أبي زكريا يحيى ابن شرف المتوفى 676. هذه الكتب من الكتب العظيمة، وهناك كتاب عظيم فضائل أهل القرآن أو فضائل القرآن لابن كثير رحمه الله، هذا الكتاب المبارك. وهناك هذا الكتاب الجامع وهو حلية أهل القرآن في آداب حملة القرآن الكريم، وهو كتاب جامع وفيه خلاصة ما سبقه من الكتب وزيادة، فأخذ منها وصاغها بطريقة معاصرة، وهو الكتاب الذي بين أيدينا. وأرجو من الله عز وجل أن يعينني وإياكم على فهمه وعلى شرحه.
أضفت لكم في هذه السلسلة أتعلم لأعمل. أيها الأخ الحبيب، لا يكن همنا أن نجمع الفواكه ثم نهديها للناس ولا نتذوقها ولا نتلذذ بها. فعندما نقول نحن تعلمنا الليلة في هذا الدرس في تعريف آداب حملة القرآن الكريم لغة واصطلاحا، والكتب التي يمكن أن نجد فيها هذه الآداب والمؤلفات، وعرفنا بالكتاب وفصوله ومباحثه، ما الذي تعلمناه وما الذي سنبدأ في العمل به من الآن، لا أقول بعد الدرس؟ أنا يعني أشهد الله أنني لا أشرح هذا الكتاب إلا لأعمل به. أيها الأحبة في الله، نحن بحاجة دائما إلى أن نراجع أنفسنا فيما يتعلق بالعمل. أتعلم لأعمل، لا يكن هدفك ولا يكن هدفك من هذه الدروس ومن هذه الكتب المباركة فقط هو الثراء العلمي، وهو نشر المحاضرة أو أنني أخذت شهادة أو كذا، لا، إنما نريد أن يكون أول من يأكل من هذه الثمار اليانعة المباركة هو أنا وأنت وأنت، نحن أولى. فلذلك يجب أن نتعلم لنعمل. وقد قال بعض أهل العلم: العلم والعمل هما القدمان اللذان نسير عليهما، فبقدم واحدة لا تستطيع أن تسير إلا أن تأتي بشيء آخر تستند عليه، ولن تكون كالصحيح. وقالوا ينبغي أن القدم الأولى هي العلم والثانية هي العمل، وينبغي أن تقدم العلم على العمل، فخطوة علم وخطوة عمل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم يقدم ثم يتلوه العمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فبذلك نثبت العلم في قلوبنا. أنا أدعوكم إلى أن تستخرجوا هذه الأشياء بإذن الله تعالى، ثم تجيبوا عن هذه الأسئلة، ثم هذه دعوة لقراءة كتاب حلية طالب العلم. هذا الكتاب ليس بكبير، قرأوا هذا الكتاب يمكن يأخذ منك ساعة واحدة، قد يغير أشياء كثيرة عندنا. كتاب جميل جدا للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، وشرحه يعني عدد كبير من العلماء، من أهم هذه الشروح الشيخ ابن عثيمين على جلالة قدره وعلمه وفضله رحمه الله، له شرح على هذا الكتاب. أيها الأحبة في الله، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.